صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لاحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين الساده الاتي اسماؤهم: اولا السيد جمال الحنفي مدير الوكاله الحضريه للحسيمه بوزاره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه، ثانيا السيد عبد العالي قور رئيس لمؤسسه الاعمال الاجتماعيه للاشغال العموميه بوزاره التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ثالثا السيده خديجه دموره مديره المركز الجهوي للاستثمار لجهه الرباط السراب القنيطره بوزاره الداخليه، السيد محمد جعفر مدير للمركز الجهوي للاستثمار لجهه العيون الساقيه الحمراء بوزاره الداخليه.